الآن من داخل مستشفى الأمين. السلام عليكم. على الاستقبال. زي حضرتك. الله يسلمك. عندي موعد مع الدكتور. تعال معنا على الاستقبال أنا الدكتور ريهام مدير الجودة في المستشفى والأستاذ محمد عمر الله يعطيه العافية. إحنا الآن من داخل مبنى مستشفى الأمين. هذه الأسرة العريقة من داخل مدينة الطائف من داخل سور الطائف من أوائل الأسر اللي خرجت خارج السور. ولوموا وقتها كيف تخرجوا برا السور بعيد ورائدة في أول مستشفى في الطائف كان هم الأوائل وإضافة لمنحة صحي آخر مياه برد وهي يمكن من الثلاثة والأربعة الأولى في المستوى الوطن المملكة العربية السعودية وهم رواد في الصحة بشقيها المياه مياه برد ومستشفى الأمين والذي دوما لها منحة دائما خيري في خصومات للمرضى مراعاة ظروف المرضى وأيضا متميزة أكثر وهو ما يبحث عنه المريض يعني المريض يريد طبيب متميز فاهم جيد بارع فهم بارعين في استقطاب الأطباء المتميزين طبعا التميز هذا بالأطباء اللي فيها واستقطابه هذا يعود لهذه الإدارة الجيدة والتي مستمرة في التطوير وإن شاء الله للأمام ونشوف صرح كبير للأمين إن شاء الله وما شاء الله فيها دكاترة في القطاع الصحي ولا لا إن شاء الله يكون في كلية